كابتن وليد، ما قبل نزول أفشة كانت طريقة اللعب مختلفة، وما بعد نزول أفشة طريقة لعب أخرى؟ هي فكرة بس الاستحواذ، يعني أفشة واحد من أحسن اللعيبة في مصر بصراحة، بيعرف يعمل استحواذ. يعني أنا حتى في مباراة الأهلي مع زد، حتى أنا يعني بتكلم مع الكابتن مجدي عبد العاطي، أول ما نزل أفشة قلت له أفشة يعني هيسيطر على الملعب، هيسيطر على الملعب. يعني وده اللي حصل. هو أفشة، يعني طبعا دي إمكانيات وقدرات من عند ربنا، لكن هو واحد من أحسن اللعيبة اللي يقدر يسلمك الكرة ويستلم منك، يسلمك ويستلم منك، وشايف الملعب كويس والسنس بتاع الباص كويس. فده لما بيتعمل على كذا باص بتحس إن الملعب بيفتح. يعني ما فيش ناس كتير ممكن تستوعب الكلام ده، لكن انت طبعا لعيب كوره وفاهم. انا ممكن بعد باص اتنين تلاقي الملعب فتح بشكل مختلف، وبيدي ثقه. اعتقد هو نزوله ان انت تمسك الكوره وتقعد تباصي كتير، اعتقد ان ده برضو بيديك انت كفريق ثقه اكبر في وقت خلي بالك كان من الممكن جدا النادي الاهلي يحرز فيه هدف، اللي هو اخر 10 دقائق ربع ساعه يعني. وبيفتح كمان ثغرات في اماكن ثانيه. صحيح. يعني لما بيجي ينقل هو ومحمد هاني مثلا واكرم توفيق باص اتنين ثلاثه، لما بيوديها الناحيه الثانيه عند حسين الشحات بتلاقي حسين الشحات واحد ضد واحد. مظبوط. فاوجد له مساحه يقدر يشتغل فيها. فمهم جدا اللعيب اللي بيعرف يسيطر على رتم المباراه. انت مع انهي مدرسه يا كابتن وليد؟ يعني انت مع مدرسه اسلوم؟ خلي بالك، ما هو انت في مدرستين، المدرسه اللي احنا شفناها لغايه لما نزل قفشه دي مدرسه طبعا استحواذ وكل حاجه وتقدر واقف على رجلك وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت انت بتعتمد على اللعب الطولي والانطلاقات من الاجناب او من الاجنحه، صح؟ ده بالنسبه لما قفشه نزل، انت مع انهي مدرسه يا كابتن؟ لا انا المهم تقسيمه المباراه بالنسبه لي. أيوة. اهم من المدرسه. يعني انا بالعكس، انا اشوف ان الفريق يبتدي زي ما ابتدى بالظبط. اوكي. بمروان عطيه وعلى يمينه اكرم توفيق وعلى شماله امام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو وسام، زي ما هم بالظبط. زي ما بدانا هناك يعني. برافو عليك. بس كمان ابقى مقسم المباراه. أنا بقى وجهة نظري إن التقسيمة تبقى بدري عن كده، يعني لما هقلب الجيم وانزل بقفشة ورضا سليم وممكن كهربا وأعمل المفاجأة، تبقى في وقت أدي للعيبة فرصة إن هم يدخلوا في رتم المباراة، لأن صحيح. أنت عارف كمان يا كابتن إسلام طبعًا لعيب كبير وخبرة كبيرة، عارف إن النهائيات مختلفة شوية عن المباريات العادية. صحيح. يعني النهائيات هتدخل فيها ممكن مش أسرع حاجة. فاديني وقت، اديني وقت نص ساعة ادخل بس، علشان يعني اخد لي 5 دقائق 10 دقائق لغاية لما ادخل في رتم المباراة. يعني العشر دقائق الأولى تقصد إن مش هيبقى فيها يعني ما يعني نتوقعه ممكن كجمهور يعني. بالظبط. يعني ممكن أنا آخد شوية، ده أنا بتكلم على الناس البدلاء اللي هينزلوا. البدلاء يعني ما بينزلوا. البدلاء يعني البدلاء لما ينزل رضا سليم أو كهربا أو قفشة أو وات ايفر، أي حد يعني، أي بديل. أي حد لما بينزل لازم أنت كمدير فني تديله 5 دقايق 10 دقايق بس، على ما يوصل لرتم السرعة والبدني والاحتكاكات العالية اللي في المباراة. فدي نقطة بس مهمة لو النادي الأهلي ان شاء الله باذن الله عملها، هتلاقي ان خد بالك فضل. احنا عندنا ميزه كبيره جدا ممكن تكون موجوده في احسن فرق افريقيا، واقول لك على حاجه وفرق العالم كمان، كل فرق العالم بيعتمدوا على 11 اساسيين، هتلاقي الريال كده، برشلونه، المان سيتي، وهتلاقي في 2 3 بيلفوا حواليهم. صحيح. لكن في النادي الاهلي للامانه السكواد طبعا على مستوى افريقيا، يعني خلينا بنتكلم على مستوى افريقيا ومستوى الدوري المصري، النادي الاهلي عنده في المركز الواحد لعيب واثنين وثلاثه، الثلاثه على نفس المستوى. صحيح. يعني انت لو رحت ناحيه الشمال هتلاقي حسين الشحات، هتتلخبط هو ولا رضا سليم، الاثنين هايلين. طب هم احمد عبد القادر ولا احمد عبد القادر، الثلاثه هايلين. يعني هتروح الناحيه الثانيه هتلاقي بيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر. ففكره ان المراكز عند النادي الاهلي فعلا كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثه تقال. فدي نقطه تدي للمدير الفني ارتياحيه ان انا ما اتاخرش قوي في التغيير. يعني انا اللي هيطلع مثلا امام عاشور بس اللي هينزل قفشه، اللي هيطلع مثلا وسام بس اللي هينزل كهربا. انت واخد بالك؟ كلها اسماء كبيره جدا تستطيع ان هي تشيل الفرقه. كلها اسامي دوليه وكلها اسامي يعني عندها خبرات. في 2007 كابتن وليد انتهت المباراه الاولى، النادي الاهلي امام النجم الساحلي 0-0 في سوسه، ثم هزم النادي الاهلي في استاد القاهره 3-1. انا ليه بقول هذه الكلمات وليه بفكر الناس بهذه المباراه؟
علشان انا شايف، معرفش حضرتك شايف كده ولا لا، انا شايف هناك سنه من الثقه موجوده عند البعض. فهل الثقه دي، اه طبعا احنا عندنا ثقه في فريقنا وكل حاجه، ولكن انت بتلعب فريق كبير بحجم الترجي وباسم الترجي. تاخد وجهه نظري طبعا، اتفضل اتفضل. سيب الثقه دي شغاله، والله سيب الثقه دي مهمه. أوكي. بمعنى مهمه لان لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس جدا جدا انها مباراه نهائيه. أوكي. وان هي مش هيبقى فيها اي حتى سن الدلع، لكن الثقه دي، الثقه دي انا بقول لك هتاثر على لعيبه الترجي. التصريحات واضحه سواء للمدير الفني او للعيبه، هم مهزوزين نفسيا وعارفين ان النادي الاهلي بلغه الكوره كده راكبهم الدكتور. فسيب، سيب سنه الثقه دي تبقى موجوده وتزيد شويه، بحيث ان هو يجي استاد القاهره يرجع يرجع لورا ويدافع من تحت. يعني دي نقطه مهمه جدا انها توصل للعيبه، ان كل جمهور النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي واثق انهم هيكسبوا. فدي هتديك كعب عالي شويه ان شاء الله باذن الله نستغل الكلام ده. واحنا اول ما ربنا كرمنا باول هدف، الموضوع يعني الموضوع لو مشي استحواذ هنكسب كويس جدا، بس نجيب الهدف ان شاء الله. كابتن وليد، اخيرا رسالتك بقى للجميع، للاعبين، لجهاز فني، لجمهور، قبل هذه المباراه لسه اسبوع ولكن الرسائل دايما بتصل. رسالتي للجمهور، ما هو مش عايز رساله، هو الجمهور هيعمل كل اللي عليه واكتر، فخلاص رسالته يعني تكاد تكون واصله. رسالتي للمدير الفني مهم جدا جدا جدا، حاله فوقانك وحاله تركيزك في المباراه النهارده. مبروك نادي الزمالك، لكن مستر جوزيه جوميز يعني حتى في التغييرات غير اول تغييرين اضطراريين، وغير التغييره الثالثه كان فاضل بالظبط 20 دقيقه مع 10 دقائق وقت بدل ضايع. اللعيبه لعبت نص ساعه، ممكن اي حد كان يحصل له حاجه كان الزمالك يلعب 10. انا مستر كولر مهم جدا يبقى مركز قوي في تغييراته، في انه عنده ثلاث اوراق، ثلاث ورقات بخمس لعيبه، يقسمهم ازاي. دي نقطه، حاله فوقان المدير الفني، وانت اشتغلت طبعا مع مانويل جوزيه، واشتغلت مع كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته. ويعني في النهائيات محتاجه ان المدير الفني يبقى هو كمان في نفس حاله فوقان اللعيبه. حقيقي ان شاء الله. رسالتي للعيبه، ما حدش يمشي ورا الحماس الزائد. ايوه. يعني الحماس حاجه، وانك تصرف مندفع لا قدر الله في فار وفي اوراق وكروت، فخد بالك. اكرم توفيق ياخد باله كويس قوي، محمد هاني ياخد باله كويس قوي. اذا كان كريم فؤاد او كريم الدبيس مثلا هو اللي هيبتدي، فياخدوا بالهم كويس قوي. مفيش التحامات عنيفه زياده. خلي القلق ده والتوتر ده يتصدر لهم هم. ففي فرق بين الحماس الجماهيري، ان الجماهير هتبقى متحمسه جدا وانا عايز ادي باقوى حاجه، لكن تاخد بالك، وتاخد بالك ما بين الحماس الزائد وما بين ان انت تشتغل على الكوره. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن وليد على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين، نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني ومدير الكوره طبعا في نادي زد. عايز اقول برضو